بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير أعزائي المشاهدين، أرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص والذي نستضيف فيه نخبة من الكفاءات الأردنية من خيرة الخيرة من نشامة ونشميات هذا الوطن، وفرسان التغيير ضيوفنا كما عودناكم من كبار متقاعدي الدولة والقطاع الخاص والنقابات والشركات والمؤسسات. احنا الآن بضيافة شركة البيت الذهبي للإسكان، هذه الشركة العريقة التي تتمتع بشعبية عالية وأنجازات في العديد من المشاريع في العاصمة عمان، في مناطق طبربور وضاحية الرشيد وأبو نصير وشفا بدران. وبداية بنوجه تحية للأستاذ فايز داود إبراهيم الطويل والأستاذ عصام جابر، طبعا أبو عدي وأبو كمال أصحاب هذه الشركة. بالبداية لقاءنا الأول رح يكون مع الأستاذ فايز. أبو كمال، مساء الخير يا سيدي. مساء النور، حياك الله. بداية وأنت غني عن التعريف، يعني نعرف السادة المشاهدين بحضرتك ونتحدث عن الشركة العريقة، متى تم افتتاحها؟ وأنت طبعا في مجال المقاولات من 30 سنة ومجال الإسكانات من 15 سنة، نحكي عن هالرحلة الطويلة المليئة بالنجاحات والإنجازات بإذن الله، تفضل. السلام عليكم. بداية احنا الحمد لله بلشنا من حدود 15 سنة بمجال الإسكانات، وبلشنا بطبربور، بعدين بشفا بدران وبنصير وضاحة الرشيد. والحمد لله بنعمل يعني إسكانات متميزة بتشطيبات عالية وبأسعار بمتناول الجميع إن شاء الله. وبنحاول كل إسكان نقدم يعني أحسن من الإسكان اللي قبله. بنعمل بنطور زينا زي السوق والزي المنطقة اللي حوالينا. وبنحاول نقدم إشي كويس. والحمد لله يعني بنعمل شقق تتناسب مع الناس اللي دخلهم بسيط، 150 متر و155 متر، وللطبقة المتوسطة 180 متر و170 متر. والحمد لله يعني بنقدم شقق بمواصفات عالية متميزة. طبعا انتم المناطق اللي تم، اين يعني كانت البداية؟ الاسكان الاول وين كان؟ باي مناطق؟ في طبربور. احنا بلشنا بطبربور اول اسكان لنا، فهمت علي كيف؟ وبعدين انتقلنا من طبربور لشفا بدران، وبعدين كمان لضاحة الرشيد والجبيهة، وبعدين على ابو نصير كمان، وهسه رجعنا هون على شفا بدران. نعم، يعني تستعرض الكاميرا الان احنا برفقه اخونا ابو عدي بهذه اللقطات برا، زي ما احنا شايفين بالصوره اللمسات الجميله، هالتصاميم الجميله، يعني لونين او ثلاث الوان الحجر، تصاميم مميزه، اختياركم للاكسسوارات ايضا هالاشجار النخيله الجميله. نحكي عن الافكار الجميله، كيف اتفقتوا عليها انتم اخونا ابو عدي؟ والله احنا الحمد لله يعني بنحاول نشوف شو في شغلات بالسوق جديدة وبنحاول نستخدمها. ونستخدم الحجر الطبيعي، احنا الحجر الضبعة هذا اللونه أخضر، وحجر من باير كمان ورويشد، وبعدين نستخدم يعني زراعة النخيل أمام الواجهة مع حبال اللد والإنارة، يعني بتعطي منظر جميل للمنطقة وللبناية، يعني احنا بنحاول حتى نحسن المنطقة اللي حوالينا كمان يعني. نعم أبو كمال، يعني أبرز المشاكل والمعوقات تواجهكم أمانة عمان أو مياه أو كهرباء أو أي جهات أخرى، إذا في لكم ملاحظات؟ والله مشكلتنا بالروتين، يعني إحنا هاي كانت فيلا عشان نهدها ونبني، يعني أخذت منا حوالي 6-7 شهور. وفي روتين يعني خلينا نحكي بيعطل الشغل، يعني إجراءات طويلة وأنت بتقدر تختصرها بإجراء واحد أو إجراءين. نعم. وبرضه كمان عندنا يعني مشكلتنا بال يعني موضوع الاعفاءات ومعفات مع دائره الاراضي، يعني هسه احنا بنسوي شقق 180 متر حسب القانون اللي كان موجود، بيلغوا لنا اياه، بيعملوا لنا 150، بنسوي 150 بيسووا اعفاء مفتوح ل 200، بنعمل شقق 200 بيرجعوا لنا اياه ل 180، وهذا بربكنا، ما في قرار ثابت. طبعا يعني بعد هالإنجازات وهالنجاحات على مدار 15 سنة من مجال الإسكانات، نتحدث عن الرؤية المستقبلية وطموحاتكم، ما هي المناطق القادمة اختياركم بداخل العاصمة أو خارج العاصمة؟ والله احنا هسه بنخطط لمشروع بحي المنصور ان شاء الله، بدنا نبلش فيه جديد ان شاء الله، وفي يعني نطلع بمشروع ثاني بأي منطقة بطريق المطار، بمنطقة جبيهة. جبيهة بجبيهة. نعم، قريب من عندنا هو، منطقة حلوة وجميلة وهادئة، عرفت كيف؟ وبنعمل فيها شقق يعني متميزة ان شاء الله. ان شاء الله، يعني عن تطور قطاعات الاسكانات بالبلد وانتشار العديد من الاسكانات، يعني كل التحيه لهم جميعا، هي ظاهره ايجابيه حقيقه، يعني عن التنافس نحكي ومستوى الاردن كانجازات في مجال الاسكانات ودول عربيه، حضرتك زرت العديد من الدول،
اين نصف او كيف نصف هذا التطور؟ والله احنا عندنا البنى متقدم يعني بالنسبه للي حوالينا، بس احنا مشكلتنا المعوقات اللي عندنا يعني هي القوانين مش ثابته، يعني كل يوم احنا كنا نتحاسب يعني على قانون ضريبه معين، بتلاقيه بعد ما تخلص المشروع بصير قانون جديد، يعني بتلاقي في بعض مشاريع بمر عليك قانونين وثلاث قوانين في نفس الفتره، عرفت كيف؟ وهي مشكله. احنا المشكله عندنا يعني هسه كنا نستخدم بضاعه تركيه كان ما عليها جمارك يعني افضل من الصيني وافضل من الشلال الثاني، هسه دخلوا عليها الجمرك، فهمت علي كيف؟ يعني هاي كلها معوقات وهي بترفع الاسعار على المستهلك في النهايه. بالتاكيد احنا بنتمنى لكم التوفيق. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نعمه الامن والامان، اين وجد الاستقرار؟ وجد الاستثمار طبعا. يعني كيف نصف هذه النعمه وشو بنحكي للمستثمرين الاردنيين والعرب؟ الحمد لله احنا يعني عندنا الاستثمار هون امن، ويعني خلينا نحكي في خلينا نقول نوع من الامان للشعب، فبالتالي ما في مشكله عندنا بموضوع الاستثمار بالاسكان، لانه بيظل الاسكان اضمن استثمار من اي شيء ثاني. بالتأكيد. أنت الآن أستاذ فايز طويل يعني كمستثمر ورجل أعمال ناجح ونشم من نشام الوطن، لو كان في لقاء مع جلالة الملك عبد الله وجلالة الملك راني في مجال للحوار أو للحديث لدقائق، شو ممكن نتحدث معهم بدقائق؟ يعني الحمد لله أول شيء بنقول لهم كل عام وأنتم بخير، وبنتمنى منهم يدعموا قطاع الإسكان يعني. نعم. والمستثمرين لأنهم بيمثلوا شريحة كبيرة من البلد عندنا هون، وبدعموا عدة قطاعات يعني مثل إحنا الإسكان يعني خلينا نحكي من وراء بتعيش في كل بناية فوق 100 عيلة، فبالتالي لما تدعم الإسكان أنت دعمت خلينا نحكي مجموعة كبيرة من الشعب. فإحنا الحمد لله بنسعى إنه يعني نعمل شقق ماشي تناسب مع رواتب الموظفين والناس اللي عندنا، فكل ما دعموا الإسكان كل ما نزلت أسعار الشقق. بالتأكيد. يعني أستاذ فايز الطويل، هي المسؤولية مشتركة كما تفضلت، وجلالة الملك دائما يدعو إلى دعم النشامة، دعم فرسان التغيير، منكم أستمد العطاء من أقوال جلالة الملك. أيضا أرفع رأسك، أنت أردني، بالتأكيد همات الأردنيين دائما مرفوعة عالية، النشامة أمثالك وأمثال أخونا أبو عدي مرفوعة عالية بإذن الله. نتمنى لكم التوفيق، مزيد من النجاحات والإنجازات. الله يبارك حقيقة فيه. شركة البيت الذهبي للإسكان شركة مميزة. نختم بهذا التقرير، نستعرض هذه الصور وهذه اللقطات من شركة البيت الذهبي للإسكان. شكرا جزيلا أبو كمال. شكرا. الله يحييك. الله يبارك فيك. حياك الله.
الله.